أهلا بكم. اقتراع جزئي لكن برهانات هامة، لأن نتائجه أساسية لتقويم شعبية الأحزاب المتنافسة في أفق الاستحقاقات المقبلة. انتخابات إقليم كاستيا وليون أفرزت نتائجها فوز الحزب الشعبي دون الحصول على أغلبية مطلقة، مقابل صعود لافت لحزب اليمين المتطرف حزب فوكس. للقراءة في دلالات نتائج الانتخابات الجهوية الجزئية الإسبانية، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مراد زروق، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خبير الشؤون الإسبانية. أستاذ مراد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية، ما الدلالة التي يمكن أن نستشفها من محافظة الحزب الشعبي على السلطة في الإقليم لكن دون أغلبية، متقدما بفارق طفيف على الحزب الاشتراكي وبفارق كبير عن فوكس الذي حل في المركز الثالث؟ أول ما يمكن أن نلاحظه هو فعلا أن الحزب الاشتراكي ربما فقد شيئا من التعاطف الذي كان يحظى به في المنطقة، إذ نزل من 35 مقعدا إلى 28 مقعدا، متخلفا عن الحزب الشعبي اليميني بثلاثة مقاعد، وبالتالي أصبحت الأنظار الآن متجهة إلى الأحزاب الأخرى وكل الاحتمالات المرتبطة بالتحالفات. هناك بطبيعة الحال إشكالية كبيرة جدا، وهو المد المستمر لحزب فوكس المحسوب على اليمين المتطرف، الذي ما فتئ يربح المقاعد في كل الانتخابات، سواء تعلق الأمر بالانتخابات المركزية، الانتخابات التشريعية، أو انتخابات مناطق الحكم الذاتي. أستاذ مراد، هنا أريد أن أسألك، يعني الحزب اليميني المتطرف فوكس إلى أي حد يمكن القول إنه كان مفاجأة الاقتراع؟ من مقعد واحد انتقل إلى 13 مقعدا، وما التفسيرات التي يمكن تقديمها لهذا الصعود القوي؟ في الحقيقة لم تكن مفاجأة، لأنه إذا دققنا النظر في الاستحقاقات الانتخابية الأخرى سنجد بأن حزب فوكس أصبح يكتسح بالتدريج كل الاستحقاقات الانتخابية، يكتسح بمعنى أنه لا يفوز ولكن يتقدم بشكل ملموس على حساب بطبيعة الحال أحزاب جديدة أخرى، ولا سيما حزب فيوغانوس وحزب بوديموس. وبطبيعة الحال هذا الأمر يعني أن هناك تغيرا في المنحى الانتخابي الإسباني، خطاب حزب فوكس وخطاب مباشر، خطاب متطرف، خطاب يفتقد للواقعية، ولكنه خطاب يستهوي أيضا الناخب الإسباني الذي لا يريد أن يدخل في تعقيدات السياسة، بل يحتاج إلى حلول جاهزة وحلول بسيطة. بطبيعة الحال لو وصل حزب فوكس إلى السلطة ستكون هناك مفاجأة من نوع آخر، بمعنى أنه لن يتمكن من قيادة البلد أو المنطقة إلى بر الأمان، إنما خطابه الانتخابي خطاب يستهوي فعلا جانبا كبيرا من الكتلة الانتخابية. سيودادانوس كان أكبر الخاسرين في هذا الاقتراع، حيث انتقل من 12 مقعدا برلمانيا إلى مقعد واحد، فما دلالة هذا التصويت العقابي إن صح القول، وإلى أي حد كان منتظرا؟ حزب سيودانوس دفع ثمن موقعه في الخارطة الانتخابية الإسبانية، هو حزب أراد أن يكون في منتصف الطريق بين اليمين واليسار، وينظر بالتالي إلى إمكانية التحالف بحسب السياق، بحسب المنطقة، ولكن في الخطاب السياسي الإسباني يجب أن تكون الأمور واضحة، والناخب الإسباني يميل إلى خطاب واضح، خطاب فيه وعود ملموسة، وبالتالي خطاب حزب سيودانوس لم يكن بالخطاب الذي استمال همم الناخبين في إسبانيا. يعني ردا على جوابك الأخير، الأهمية السياسية التي يشكلها إقليم كاستيا وليون، هي المنطقة الريفية ذات المليونين ونصف المليون نسمة تقريبا، هي تشكل معقلا للحزب الشعبي، ولكن لم يحصل فيه كذلك على فوز ساحق كما كان متوقعا، ما دلالة ذلك؟ أيضا يجب أن ننظر إلى السياق والظروف الآنية التي تمر بها إسبانيا عموما. في الحقيقة يمكن أن نقول بأن تشتت المشهد الانتخابي في إسبانيا أصبح معضلة حقيقية. في وقت سابق كان هناك حزبان أساسيان، الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، وكان هناك تصويت عقابي بحسب المرحلة. عندما دخلت أحزاب جديدة أصبح هناك تشتت للأصوات، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لعقد تحالفات، وهذا الأمر جديد على الناخب الإسباني. الناخب الإسباني عندما يصوت على حزب معين فهو يعرف
يعطي صوته وثقته ويضع كل آماله في هذا الحزب، وبالتالي فلا يستسيغ أحيانا بعض التنازلات التي تقدمها الأحزاب من أجل الوصول إلى حلول توافقية مع أحزاب أخرى. وعليه فالآن أصبح من الصعب أن نجد حزبا مهيمنا على منطقة بعينها أو حزبا مهيمنا فيما يخص تشكيل الحكومة المركزية بعد فوز ساحق مثلا في الانتخابات التشريعية. تحدثت أستاذ مراد عن التحالفات المستقبلية، وبناء على نتائج الاقتراع هذا، ما الذي أراد الناخب الإسباني التأكيد عليه من خلال ذلك؟ الناخب الإسباني وزع أصواته بشكل تقريبا متوازن على الأحزاب، وأقول متوازن وأخذ بعين الاعتبار أيضا حزب فوكس الذي حاصل على 13 مقعدا. الآن الإشكال القائم هو كيف ستكون هذه التحالفات. لقد ظهر خلاف بين الحزب اليميني في منطقة كاستيا إليون والحزب اليميني المركزي في مدريد، ذلك أن بابلو كاسادو لا يريد أن يكون هناك تحالفا بين الحزب الشعبي وفوكس، وهو التحالف الذي ييسر الحصول على الأغلبية المطلقة وهي 41 مقعدا من أصل 81 مقعدا. لماذا؟ السبب بسيط، لأن هناك انتخابات أيضا منتظرة في إقليم الأندلس، والحزب الشعبي لا يريد أن يخوف الناخبين في الأندلس، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جنوب إسبانيا هو منطقة يسارية الهواء. إذا كان هناك تحالف مع حزب فوكس، سيتوقع الناخب الإسباني أن أي انتصار للحزب الشعبي سيليه بالضرورة تحالف مع حزب فوكس، وبالتالي ربما قد تكون النتائج سلبية. ولكن في الوقت ذاته نجد بأن ألفونسو فرنانديز مانيوكو الذي فاز بالانتخابات قال بشكل واضح أن كل الخيارات متاحة أمامه، وأنه ليست هناك خطوط حمراء فيما يخص التحالفات، وبالتالي ربما قد يكون هناك نزاع داخلي على مستوى الحزب اليميني الشعبي والحزب الشعبي اليميني، لأن التحالف مع باقي الأحزاب المحلية ليس كافيا لبلوغ الأغلبية المطلقة. غموض المشهد السياسي الإسباني بناء على نتائج الانتخابات الجهوية الجزئية، كيف تفسرونه؟ هذا الغموض هو جزء من الغموض الشامل بخصوص كل الاستحقاقات الانتخابية الآن بعد انهيار الثنائية الحزبية، الثنائية الكلاسيكية، الحزب الشعبي اليميني والحزب الاشتراكي. كان هذا مطلب الناخبين ومطلب الشعب الإسباني، لقد سئمنا من الثنائية الحزبية ونريد أن تكون هناك أحزاب أخرى، ودخلت فعلا أحزاب أخرى إلى المشهد، لكن ما لم يكن متوقعا هو هذا التشرذم في الأصوات، وأيضا ثقافة عقد التحالفات وتقديم تنازلات. كان اليمين المتطرف تيار قائم داخل الحزب الشعبي اليميني، وكان اليسار المتطرف يجسده حزب إفكيردا ونيدا اليسار الموحد، وأيضا كان هناك تيار يميل إلى اليسار المتطرف داخل الحزب الاشتراكي، وكان كل يجد ضالته في الحقيقة في المشهد الانتخابي القديم. إنما بعد تغير هذا المشهد أصبحت كل الاستحقاقات معقدة، ولا سيما اليوم الموالي للاستحقاقات، كيف يتم الحصول على ثقة البرلمان سواء البرلمان المركزي أو المحلي، وأيضا اليوم الموالي للحصول على ثقة، لأن الحصول على ثقة لم يعد أمرا كافيا كما قال ممثل الحزب الشعبي في كاستيا وليون، قال يمكن أن نموت مباشرة بعد الحصول على ثقة البرلمان، أي أنه يجب أن تكون هناك أغلبية مريحة لتمرير القوانين أيضا لتبني سياسات معينة. ونجد بأن حزب بوكس مثلا وضع شرطا لا يمكن التراجع عنه، وهو تفكيك كل السياسات اليسارية وإلغاء كل القوانين التي تم تبنيها في المرحلة السابقة، وبالتالي فهذا المشهد المعقد سنجده أيضا في انتخابات إقليم الأندلس، وأيضا ربما في الانتخابات التشريعية التي ستعقد في المستقبل. الأستاذ مراد زروق، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وخبير الشؤون الإسبانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. العفو.